لا 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 عبد الله على السلامة وعزفين على الرخامة. عبد الله على السلامة وعزفين على الرخامة. اللي يسمع كلامي ويمشي ورايا لازم يستحمل أذايا. مش هكمل. لا 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 لا. أهلا بيكم في رامز جاب من الآخر. والمصحف فلتبدأ المساخر. مش هكمل. والله ما هكمل. دلوقتي يا جماعة. رامز أنا ما بهزرش. إحنا هنصلي على النبي. مش هكمل. في حاجات. مش هكمل. عايزين نصلي على النبي كده. والله ما ينفع. موضوع كبير، موضوع كبير. بقولك مش هينفع. الموضوع كبير. أنا جاي فاعل خير. بعد الرحلة دي هتتصلحوا يا أولاد. لا لا لا. مش شرط يبقى في بينكم حياة. بص لكن تتصالحوا. البرنامج ده على بروجرام. رامز رامز. لازم يكمل للآخر. كل الكلام ده مش هينفع. ولا الكلام ده هياكل. ولا مش هينفع. ولا الكلام ده هياكل. اسمع اللي أنا بقولك عليه. نهدى. ممكن نهدى. ممكن نهدى. ممكن نهدى. لا مش ممكن نهدى وبلاش نقعد في لحمة بعض. والله يا بنت اسمع الكلام هفيدك. نسمع الكلام. انت كده هتعمل لي مشكلة. رامز مش هينفع. انا مش هكمل يا رامز. ممكن نصلي على النبي. يا بنت ما هو لازم تمشي كده عشان نخرج. رامز مفيش خروج كده. يا رامز مفيش خروج. مفيش خروج كده. بصي بس ماليش دعوة. انت اللي هتضطري لي بقى ايه؟ قول لها ابو علي عليا. مش هينفع يا عم رامز. عايزة تخرجي يا بنت؟ عايزة تخرجي؟ اسمعني يا رامز. يا بنت عايزة تخرجي؟ حرام عليك. احنا عندنا مشاكل. الخروج مش من هنا يا رامز. يخرج انا هي تخرج. يلا يا جماعه. رامز يا بنت انت مجنون. يا بنت الخروج مش من هنا يا رامز. يا بنت اسمع يا رامز. ولا يا بنت انت عايز تخرجي ولا مش عايزه؟ يا تخرجني يا يا خرجها. الخروج مش من هنا. الخروج من هنا وعلى اخر الزمن انا اطلع. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تبقاش عبيط. ها الخروج من هنا يا بنت. الخروج من هنا. بص هكسر لك. مش هيفرق معايا يا بنت. الخروج طب من هنا. رامز هو ده خلاص. هو ده اسلوبها. واضح ان الجرح كبير. بس ريب ريب ريب. بصي يلا يا رامز. يا بنت ما انت هتفضلي قاعده كده. مفيش خروج. مفيش منه. يانا يا هو. خلي واحده مالهاش 30 لازمه تقول لك يانا يا هو. لا لا بقى مش للدرجه دي. ده بقى يا عم احنا مش ناقصين نسخنها اكتر من كده. ريب الخروج مش من هنا يا ريب. يلا يا عم يلا يا ريب. ريح حالك بقى. انا مش هسمع كلامك تاني. حلو. الخروج من هنا. والله العظيم ما هكمل. انتوا اصلا انتوا كدابين يا حبيبتي. الخروج من هنا. والله ما مصدقاكم. طب دلوقتي بقول لك ايه؟ انتوا